في هذا الصيف وكما هي العادة برزت عدة أعمال فنية وسينمائية نالت استحسان المشاهدين، وكما هي العادة أنكم تشاهدون أفضل 10 أعمال نالت استحسان المشاهد وحصلت على المراتب الأولى. نحن نعرض لكم اليوم أسوأ هذه الأعمال وأخسها من عندنا، هذه الأعمال التي طلعت البلغم والحموضة لهذا الشعب. من أهم هذه الأعمال وأخسها والذي حصل على المرتبة العاشرة هو فيلم بوحة والقنبلة، مقتبس من فيلم مصري. الفيلم المصري يتحدث عن جزار مهنته ذباحة، أما بوحة اليمني يتحدث عن مراجم قنابل إلى وسط الساحة. ومن أهم الأفلام التي ترفع الضغط مباشرة بعد مشاهدتها فيلم زعفران ونبيلة، والمقتبس من فيلم ريا وسكينة. الفرق أن ريا وسكينة كان معاهم سكينة، أما زعفران ونبيلة فمعاهم لسان أحد من السكينة، والثورة اعتبروها لهم ضبينة. وحصل في المرتبة الثامنة فيلم شاهد ما شفش حاجة، مأخوذ من مسرحية مصرية. المسرحية المصرية تتحدث عن شاهد في قضية، أما الفيلم اليمني فيتحدث عن مدافع عن بلطجية. أما في المرتبة السابعة فهي من نصيب فيلم السفاح بطولة قيران. تتحدث قصة الفيلم عن شخص لا يستطيع النوم إلا بعد أن يرى الجثث كل يوم. ما يميز هذا الفيلم أن مخرج الفيلم مطلوب للعدالة الدولية والمحلية. الفيلم العربي يتحدث عن سفاح يقتل الناس بالمسدسات، أما بطل الفيلم اليمني فيقتل الناس بالدبابات والمصفحات. أسوأ الأفلام أيضاً في هذا الصيف هو فيلم العيال كبرت، المأخوذ من عمل مصري بطولة يونس شلبي وسعيد صالح، لكن العمل اليمني من بطولة عيال صالح. شارك في هذا الفيلم الكثير من الكومبارس من الحرس الجمهوري بالإضافة إلى العديد من ألمع نجوم القناص. بعد مشاهدة هذا الفيلم حصلت أزمة حادة وخانقة في المشتقات النفطية. تم تصوير العديد من مشاهد هذا الفيلم في نهر وأرحب وأبين وتعز. هذا الفيلم لم يحصد الكثير من الأرباح ولكنه حصد الكثير من الأرواح. في المرتبة الخامسة احتل فيلم معلش احنا من اتبهدل بطولة الزياني. الفيلم يحكي عن قصة شخص سافر إلى العراق يبحث عن ابنه الذي ذهب بغرض التجارة، أما الفيلم اليمني يحكي عن شخص سافر إلى اليمن واحتجز في السفارة. المرتبة الرابعة فيلم أنا مش معاهم بطولة محمد المحمدي، مأخوذ من فيلم معروف. الفيلم المعروف يتحدث عن شاب يناضل من أجل تحقيق هدفه بكل إصرار، أما الفيلم اليمني فيتحدث عن مذيع يعلن انضمامه في الصباح إلى الثوار ثم يرجع ريوس آخر النهار. أما في المرتبة الثالثة فقد حصل عليها فيلم غبي منه فيه بطولة العقبي. الفيلم مأخوذ من فيلم عربي يحكي عن شاب تضحك لما تشوفه، أما الفيلم اليمني فيتحدث عن مذيع يكذب والكل يشوفه من أجل تحسين ظروفه. أيضاً ومن أسوأ الأفلام في هذا الموسم فقد حصل على المرتبة الثانية فيلم الباشا تلميذ. الفيلم الأصلي يتحدث عن ضابط يكشف عن عصابة، أما الفيلم اليمني فيتحدث عن نائب رئيس جمهورية فجعوها العصابة. أما أخس وأزبل فيلم لهذا الموسم وحصل على المرتبة الأولى فهو فيلم عبدو جلنديزل. فيلم نال استياء الصغار والكبار، مأخوذ من مسلسل كرتوني جرنديزر. جرنديزر أهم ما يميزه الصحن الدوار، أما عبدو جلنديزل فأهم ما يميزه أنه لفاف دوار. مشاهدينا الكرام، ولمزيد من الأخبار والاستفسارات والمناقشات عن أفلام هذا الموسم نستضيف الناقد المعروف السينمائي سعد أبو لقدة. مرحبا بك أستاذ سعد. الله يحييك. في هذا الموسم برزت عدة أعمال فنية يعني ما شاء الله عليها، فمثلا فيلم حادثة النهدين، كيف تقيم الفيلم هذا على ما أنه أحدث ضجة يعني؟ الحدث في حد ذاته حدث قوي وعظيم. نعم. الذي يتضمن الفيلم، ولكن حادثة النهدين كما أنت تعلم أن المخرج لها بالغ في أو الصورة التي قدمت به للجمهور تبالغ فيها وعن أحداثها. الحدث في حد ذاته قوي، ولكن بدأت يعني الضجة حكه أنه مشي هذا صاروخ مشي. يعني أنت كيف تنظر إلى السيناريو؟ السيناريو كان معمول ببراءة وببساطة،
وبإنسانية الأحداث الحقيقية ببساطة كيف يعني؟ ولكن الفيلم قدمها بطريقة أخرى، وهي أنه الأول مخرج قدمها بطريقة أخرى، وهو أنه هو صاروخ أتى ومر من أمام الإسفلت ووجد عقوبة عليه والمطب الذي أمام الرئاسة، ومر إلى البوابة حق الرئاسة وتفتش، فتشوا الصاروخ إذا مع السلاح، قال ما بش معي سلاح، ودخل ومر ما كان مشتري بالجامع، سأل واحد من الشباب الموجودين هناك في الساعة وقال لهم أين الجامع، قالوا بقى راعى خارج، وما جاء الرئيس دخل إلى داخل الجامع، وبعد الصلاة كان قال لهم إخواني وقرح الله. أستاذ سعد أبو لقضة، اسمح لي أن أختلف معك. البعض يقول أن الصاروخ الذي أتى بطريقة سواك المحترف، يعني ساق، أنت تقول أنه في مضب، لا، بيقول لك سواقة محترفة، لأنه يعني مشى والكوافي حق الضباط. اشرح لنا التفاصيل وسياق الفيلم. أقول لك بالنسبة لهذا الموضوع، هو ما هو شهر الأحداث الحقيقية، أنه خلى الذي يواجه الصاروخ أنهم يطرحوا كوافي، أربع كوافي حول يعني البطل، وطرحوهن وماتوا، واحد منهم بعد الرتبة وطرحها ومات. ننتقل إلى فيلم آخر، وهو فيلم يعني لا بأس به، مع أنه الكثير أنه قال ما قد شافه ولا شاهده، هو فيلم يدسعون الشيوبة. الفيلم من حيث الكواليتي في الصورة، من حيث تكلفة الإنتاج، هل تلاحظ أنه فيلم يستحق المشاهدة؟ هذه كوميديا جميلة، أنا من هذا الجانب أنا أؤيدك وأؤيد كلامك، أنها كوميديا ساخرة جدا ومفضوحة، واستخدموا فيها جميع أنواع الخداع والكذب والتجر، فقالوا أنهم قتلوهم وضربوهم وكذا وصلوا عليهم ثم بعثوهم ليمشوا في الأرض. ننتقل إلى فيلم آخر، وهو فيلم الطريقة إلى أرحب. فيلم إمكانية إنتاج ضخمة، فيلم يعني تكلفة كبيرة، فيلم أيضا أحدث يعني ضجة في الفترة. أكيد أكيد، الطريق إلى أرحب هذا طريق وعرة، لأن أرحب بطبيعتها وتاريخها أنها بلاد البطولات والرجولة. ما هي نهاية الفيلم المتوقعة؟ ما بديهي ونهاية متوقعة ومحسومة، ولولا الصبر والحكمة والعقلانية المتواجدة في هذه المنطقة التي هي أرحب كانت حسمت من قبل، ولكن خليه يعمل يذهب في الطريق وسيصل إلى حفرة لن يطلع منها أبدا. فيلم آخر أيضا، وهو ليلة سقوط زنجبار. كيف تنظر إلى هذا الفيلم، حيث أن الفيلم مساحة التمثيل فيه كبيرة وشاسعة؟ نعم، دليل الإمكانيات. نعم، يعني ليلة سقوط أبيان أو الزنجبار، هذا فيلم الحدث والموضوع حق موضوع بسيط جدا ومختلق ومؤلف ومجهز سيناريواته وحراراته، ولا يحتاج هذه الضجة كلها، فدخلت إمكانياتها إلى أكبر من حجم الحدث نفسه، ودخلت إلى هذه المنطقة وأخرجت أهل المنطقة، ففشلت وفشل يعني، فكانت كاذبة بكل المقاييس. وهل في المرحلة القادمة سنشهد أفلام أخرى؟ بالنسبة للإنتاج القادم، هما يعني الآن بعد الفشل الذريع في كل هذه الأفلام والإنتاجات الفنية، بدأوا يستعينوا بأجانب وخبراء من الخارج المهم أنه استعانوا بمجموعة كبيرة من الأجانب من أجل ينتجوا فيلم اسمه عفشار. هذا طبعا يعني تستطيع القول مقتبس حتى اسمه من أفاتار، الفيلم العالمي الذي كسب حتى الآن 3 مليار دولار، وهذا إلى الآن خسر مليارات الدولارات، وفي الأخير هو خاسر خاسر خاسر. ما تتوقع من الفيلم القادم الذي أسميته ويعدون له عفشار هذا؟
يا سيدي، هذا يعني أحداث الفيلم تدور حول أنه تحدث أزمات، من أزمة غاز وبترول وديزل وكهرباء و و و و و إلى أن يصبح أصحاب المدينة أو الذي يدور حوله عندهم الفيلم، أحداث الفيلم تضيق بهم الدنيا ذرعا، فإذا بيجي ذلك المنقذ الذي هو عفشار يدخل المدينة والكهرباء تعود إلى ما هي عليه والتيزر يكون موجود وهذا، فيهتف أصحاب المدينة أنه يحيى عفشار ويعني يبقى ما لنا إلا عفشار. وهذه يعني سيناريو أصحاب المدينة أنفسهم يعرفون أحداثها ولن يجد ما يؤمل. أشكرك وباسمكم مشاهدينا نشكر الأستاذ سعد أبو لقضة الناقد السينمائي والمتخصص في هذا الجانب. إلى اللقاء في الموسم القادم.